شكرا لك بلال، يعطيك ألف عافية على أخبار اليوم وأخبار الرياضة. رح نترككم مع الشيف الرائعة شيف علا. احكي لنا اليوم أول إشي معاك المايك. صباح الخير إبراهيم، صباح الخير الورد. بلال، وصباح الخير لجميع الزملاء خلف الشاشات وحتى أمام الشاشات. يسعد صباحكم. اليوم وصفات على ذوقكم، من الوصفات اللي بميل إلها الكبير والصغير، وصفات جديدة تحديدا رح نحكي عنها مطولا بعد الفاصل، خليكم معنا رجعي. سيف واي، جودة وسعر. عدنا لاستكمال ما تبقى من برنامج يوم جديد عبر الشاشة الأم، شاشة التلفزيون الأردني، بفقرة المطبخ تحديدا. أنا معاي اليوم إبراهيم بيعطيني ما بعرف هيك إحساس بالسعادة. الله يسعدك. إحساس بالسعادة هيك لا يوصف، بخليني يعني فوق ما أنا كمان حابة أطل عليكم، بخليني أحضر صحني بشغف. شكرا على وجودك إبراهيم. شف، هاي طاقة متبادلة. أبداً. يعني أنت بتعطيني الطاقة الإيجابية وأنا بعطيك إياها، والريحة اللي هون ما بتقدري ما تخليك تكون إيجابية. شو طبقنا لليوم؟ خلينا نشوف. طيب. أنا شايف قدامي برتقال وعسل يس. إحنا اليوم رح نشتغل على عنصر فيتامين سي، رح ندخل الأورنج، وهو مش بس كوكتيل أو حتى سلطات أو حتى خلينا نحكي عصائر، رح نستخدم الأورنج اليوم، رح ندخله بأكلاتنا ونرفع مستوى فيتامين سي بأجسامنا. ناخذ المقادير على الشاشة تباعا لطبقنا الرئيسي اليوم، أجنحة الدجاج بالعسل وعصير البرتقال. المكونات معنا على الشاشة، إحنا رح نحتاج لكيلو أو حتى الكمية اللي بدك إياها، بس أنا المقادير رح أعطيك إياها لكيلو. رح نحتاج لكيلو من أجنحة الدجاج، سواء بتخلي الجناح مثل ما هو أو بتفصلي من النص. ممكن كمان رح نحتاج 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وحبة برتقال لكل كيلو من اللي هو الأجنحة. وكمان رح نحتاج لكوب من دبس الرمان، كوب من العسل الأبيض الطبيعي خالي من السكر، وكوب من عصير البرتقال، وربع كوب من الخل الأبيض، لبهارات ملح وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وبابريكا حارة. هذه هي الطعم اللي بتدوقيها بالمطاعم تحديدا، أنا جبت لك إياها اليوم من مطبخ يوم جديد لحتى هيك نعطيكم هاللمسة اللي بتشوفوها برا. الله عليك يا شيف، يعني متابعين هي بلشوا على اللايف يتفاعلوا معنا. أكيد. نوال سعيد، صباح الخير شيف. أمينة الجالودي، يسعد صباحكم. أم عمر وانشراح الحباشني، صباح الورد لأحلى شيف. وأم ريتال ضمور ومريم الخطيب وماهر محمد وانشراح أيضا حكينا، يعني في تفاعل، فوتوا على اللايف وشاركونا بتعليقاتكم، وأي حدا بده سؤال للشيف إحنا جاهزين. طب. ودائما الشيف ما بتقصر. شو رح نبلش شيف؟ اليوم إبراهيم هلأ بدنا نبلش مبدئيا رح نستخدم زيت زيتون أو زيت نباتي. طبعا أكيد إحنا رح نأكد بأنه أرقامنا للبرنامج للاتصال عم تظهر لكم في أسفل الشاشة لحتى نسمع أصواتكم لليوم. تمام، احنا هلا رح نشغل عنا الغاز. تمام، بدي القدر او حتى المقلاية، بس خلي حفها عالي عشان ما يطرطش كتير العسل لما ينزل على النار، ودبس الرمان وحتى العصير بشوي بيطرطش، فديري بالك. رح انزل يعني ابو معلقتين كبار، 3 معالق زيت نباتي، زيت زيتون اللي بدك اياه، رح انزلهم بس لحتى اشوح جناح الدجاج تشويح فقط، انا بدي اعطيه لون. تمام، بعدين الجناح انا هون حطيت عليه رشة ملح فقط، حركهم ببعض، طبعا تغسليهم بمي وخل. اوكي، هي هم هون انا عندي صارت امورهم تمام، رح استناه هون شوي يحمى معي وبعدين انزلهم يتشوحوا وياخذوا اللون. معك ابراهيم، نشوف مين معنا. شوف نشوف مين معنا. نسرين مسعود، يسعد صباحكم. ام صهيب وصوفيا الزواهري وامل ايضا بتصبح عليكي. سهى سام وام هاشم المحاسنه، طريقه شوربه الفطر. يعني شيف لقدام، طلبات كثيره عليك يا شيف بالوصفات، الكل بحب اكلك ووصفاتك. حاضرين ان شاء الله. ايضا ام يوسف صافي بتصبح عليك وبتحكي لك شيف مبدعه، طريقه المعمول بسميد. يعني لقدام جايين هلا العيد قرب،
بالضبط. حاضر. كم شهر وبتكون معاكم اكيد؟ يلا كمل ابراهيم خلينا اجيب الطنجره الثانيه. انا راح اطلع مع كل اللي عم بيشاركونا. دينا تيف صباح الخير لك اكيد، ومنى عقاد يا صباح الفل، انا اردنيه بتصبح عليكي، ومجدولين ماري وملك الشرفات وثائره العزيزيه وام زيد السلاوي. يعني مشاركات انا مش ملحق ما شاء الله المتابعين، شف دخلوا كلياتهم معنا. اتصال ام مهند من الكرك، يا صباح الورد. ام مهند الو صباح الخير. يا يسعد صباحك. صباح الخير شف علا. الو صباح العسل، اهلا وسهلا. يسلموا ايديك، يسلموا ايديك على اكلات الطيبه. الله يسعدك، بخدمتكم تدللي. الله يسعدك، الله يسعدك، وان تعملين الفريق في الجاد. ايش فريق؟ حاضر. قصدك شوربه ولا مفلفله؟ لا لا ودي زي المقلوبه. مفلفله. احنا عملنا المقلوبه، بتقدر تشوفي قناه يوم جديد فقره المطبخ على اليوتيوب وبتحضريها. عملنا مقلوبه الفريكه، بتقدر تلاقيها، ورح نعملها مفلفله بطريقه ثانيه. صباحك سعيد. شكرا لك. في عنا عبير بتسالك بنفع دجاجه كامله بدل بنفع نفس المقادير هاي؟ بس بده يكون مسلوق وبعدين بتعطيه لون وبعدين بتكمل باقي الخطوات. معانا من عجلون ومحافظة عجلون الجميلة أم أحمد، يا صباح الخير. صباح الورد. هلا يسعد هالصباح، وهي الشيف معاكي. ألو صباح الورد. تمام يا صباح، وشكرا على البرنامج. حبيبتي يسعد صباحك. تحضري الشيف بكل يوم؟ فصل الخط للأسف. ما في مشكلة، منروح لأم أشرف. صباح الخير. يا صباح الورد والفل والياسمين. يسعدك يا رب. الله الله. هاي الشيف معاكي، الله على الطاقة الإيجابية. يسعدلي هالطلة يا شيف علا. الله يسعدك يا ربي، الله يخليك يا رب. الله إيديك بالتف بحرير، ما شاء الله عليك. الله يسعدك، أنت البركة والله. الله يسعدك يا رب، إن شاء الله يا ربي لقدام دائما يا رب. إن شاء الله بوجودكم ونفسكم معانا. الله يسلمك ويسعدك يا رب حبيبتي. الله يسعدك. شكرا على اتصالك، شكرا. الله يسلمك، كلك ذوق. طيب شيف انت هلا عم انا بس بدي اقلبه بشويه زيت، في ناس بتحط زبده، في ناس بتحط زيت نباتي، بصير ابراهيم اللي بدهم اياه على ذوقها يعني، بس المهم الاساس. معنا كمان اتصال شيف خوله من اربد، شملت النية اربد، الك صباح الخير. الو صباح الخير. يا صباح الخير. الو صباح الخير. معنا خوله شيف. خولة خولة شو رأيك علي لي صوتك، أنا مش سامعة. علي صوتي. ألو أيوة معك، تفضلي. هاي الشيف معاكي. خولة شو أخبارك؟ أهلا صباح العسل، كيف صحتك؟ أهلا يا ستي. هلا معاكي خولة صبور من إربد، أحسن ناس. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. والله منورة منورة ما شاء الله عليكي. بوجودكم الله يخليكي. الله يسلمك، شو الأكلات هاي الحلوة الزاكي اللي بتعملين إياها؟ جربي اليوم ودعي لي، إن شاء الله هالوصفة رح تاخذ عقل الكبير والصغير بعائلتك، جربي إن شاء الله على ذوقكم. شكرا لك. شكرا على اتصالك. ناخذ متابعين تعليقات. معنا صفاء كتاوي، يعطيك العافيه شيف علا، لبنى ابو رمان وعماد اشهاب وزوزو ايضا سليمي، صباحكم ورد وفل، يسعدها ام النيروخ، يعطيكم العافيه. تحياتي من امريكا. القاب احلى. نعم ومن امريكا كمان شيف. تحياتنا لهم. ام جواد القاضي، سهيلة همام، ام هاشم جبر، وتيسير المغاصبه، ابو غزل، يعطيك الصحه والعافيه شيف. امير الوفاء، ابو محمد الناصر، تسنيم الظهراوي، انا تسنيم عم تحكي لك انا عمري 20 سنه وبتعلم منك الطبخ. ممتاز الحمد لله، هو هذا اللي طالعين على السلم هم هذول. نعم. ايضا رغد المعايطه، ام ريان الفالوجي، نجاح الحاج، اماني التميمي، وعزمي الخواجه. يعني مشاركات بتزيد شيف. اكيد تحياتنا لهم جميعا ويسعد صباحهم. اكيد احنا بنستقبل اتصالاتهم نشوف ايش عندهم اسئله. أكيد. ان شاء الله ما بنقصر. هي ارقام البرنامج ظاهره عندكم على الشاشه. نعم. شيف قد ايه تقريبا الوقت اللي رح يضل فيه؟ طيب هلا انا بس شوف ابراهيم قرب. يلا. شايف اللون؟ بس يعني بس انا بدي اشوحه حمار خفيف جدا. نعم بدي اشوحه اول ما يبلش يتغير لون الدجاج، تحسه مثل اللي مسك حاله. شايف بس هيك انا هذا اللون، هذا هو المطلوب. تمام.
بحركهم على كل الجهات اقلبهم ياخذوا نكهه الزيت. وبعدين انا هناك هلا المفروض انه هذا اخلص انا تحضيره وبعدين بنفس الطنجره او بنفس المقلايه انا اشتغل. ولكن احنا لاختصار الوقت فافضل انك انت تاخذي دسم الدجاج، اهم شيء انه انت تاخذي بنفس القدر تعملي كل الخلطه، يعني ترفع الدجاج هلا على جهه جناح الدجاج وبعدين بنسوي فيها، بس احنا لاختصار الوقت. نعم. هلا بالنسبه للصفات اللي بدها تعمل ابراهيم بمثلا دجاجه كامله، اول شيء يعني يفضل اللي هي خلينا نحكي الدجاج اللي بتكون الزغليل اللي هو 700-800 ماكسيمم. 700-800 بيكون 700-800 جرام جرام، اقل من كيلو. هذا يعني خلينا نحكي بيكون لحمه طري وما بياخذ وقت، فحلو انه كمان ما ياخذ وقت. زائد انه اذا بدك تستخدمي قطع ثانيه غير الجناح الدجاج يفضل بانك تسلقيه مسبقا وبعد ما تسلقيه تشوحيه. ممكن نص سلقه ممكن، لانه بياخذ وقت اكثر بالاستواء، بس انا عندي الجناح مناسب بدون سلق. تمام. يعني يمكن شف العين بتقدر مرات. طبعا اكيد هم يعني ولا معلمانيه عليهم، اكيد كلهم عارفين انا ايش بقصد. والبرقان شف هلا البرقان انا هون نزلته وحطيت عليه زيت زيتون وبدي اياه زي ما انت شفت هيا عم يتشوح. تمام. رح انزل عليه فورا اللي هو كوب دبس الرمان. الله، شايف انا بعشق دبس الرمان، يعني اي شيء فيه دبس الرمان جداً. يعطي طعم رائع. نعم. أيوه. نرجع شوي للتعليقات. معك. يلا. معانا امل من عجلون بتصبح عليكي، ودلال ايضا يسعد صباح المبدعين، يسعد صباحك. سميره ضراغمه، انت ورده نادره الوجود، ربنا يحماكي. الله يسعدهم. انور القضاء ومروى الكومي بتسلم عليكي، وصباح العسل بتحكي لك، بدنا حلقه عن المعجنات. حاضر بنسوي. ايضا ادريس عبابنه، يسعد صباحكم من امريكا، يسعدك يا ادريس، تحيه لك. ام يزن ايضا، سامر علي، ساره الروسان بتصبح عليكي، سمر علي، احمد ابو سبيتان، تحياتنا لهم. طيب شيف نرجع شوي للبرتقال. احنا ممكن في مرات برتقال بتطلع حلوه، مرات حامضه، يفضل لهم يجيبوا البرتقال تبع العصير. لازم يكون حلو، لانه اذا كان حامض بضرب مع دبس الرمان ومع العسل على مرار. يعني برتقال معصور وجاهز؟ لا لا، هلا ممكن يجيبوا الفرن نساوي مثلا او البلدي اللي هو خاص للعصير، لانه اذا كان حامض رح يضرب مرار مع حلاوه دبس الرمان والعسل، فكثير مهم يكون اللي هو حلو للعصير. فانت اعصري لك حبه ودوقيها. انا هون نزلت طبعا شوحت البرتقال، بدي ارفع لك حبه تشوفيها. خلي الكاميرا تاخذ لنا. انا شوحته مع زيت الزيتون، فيك تحطي زبده، حكينا فيك تحطي زيت نباتي، شوحته اعطيته لون زي ما انتم شايفين، وبعدين نزلت عليه اللي هو دبس الرمان، عصير البرتقال، العسل، واخر شيء راح الحقه بالخل. هلا النكهه بتبقى هي العسل، النكهه الحامضه هي دبس الرمان، النكهه اللي فيها لسعه حموضه او اللي هي شيء هيك بحرحر هون اخر ما تخلص اللقمه اللي هو الخل. فيكي تتحممي. نعم تتحممي. هذا خل. نعم. فيك تحطي خل ابيض او خل احمر بصير اللي بدك اياه، ويفضل الخل الابيض، لانه الخل ابراهيم تبع التفاح بيكون هيك شوي حدق اكثر، فانا بحب الابيض. الابيض افضل. نعم. بس حطيتهم خل ابيض. لهلا ايش حطينا؟ بس عشان نرجع، برقان. يس. بدي زيت نباتي. مزبوط. ما بدي دهنيه. نعم. بعديها ضفنا، تركناه شوي يتحمر، ضفنا دبس الرمان عليه. صحيح. وعصير البرقان. نعم. وحطينا العسل والخل والعسل. وبعدين هلا البهارات اللي هي كزبره ناشفه، بابريكا حاره او مدخنه او حلوه زي ما بدك، زي ما بدها عائلتك. ربع معلقه صغيره لكل كيلو للي بيسال عن العيارات او المقادير. هاي عندي كمان كزبره ناشفه وفلفل اسود ورشه ملح خفيفه، لاني انا ملحت الدجاج ما بدي ابالغ باستخدام الملح. نعم. فلفل اسود مطحون زياده عن اللزوم. نعم. نعم جدا. بس هلا بدي اخليهم يتسبكوا كثير منيح، احركهم وبعدين انزل عليهم جناح الدجاج، بخليهم يتسبكوا كمان شوي تتجانس، وفورا على صينيه بتفوت الفرن
وبعد ما افوتها على الفرن درجه حراره 200-250 ما يقارب خلينا نقول نص ساعه بيكونوا جاهزين ومستويين امورهم تمام. شايفين كيف عندي الدجاج وين الكاميرا تاخذ لنا هي زي هيك شوفي انا اعطيته لون اعطيته هذا اللون زي ما انتم شايفين هي كمان مره بنرفعها هي بس بشيله من مقلايتي وبنزله على الصوص اللي انا عملته والافضل بنفس القدر اللي عملنا فيه يفضل شايف هذا اللي نزل اللي هي دسم الدجاج نكهه الدجاج حتى الزيت اللي نزل السوائل اللي بالدجاج فهاي هاي هاي لحالها فيلم يعني هاي لحالها هو التست بخلي التست عندي كمان يكون كتير طعمه غني ولكن احنا لاختصار الوقت لحتى هيك براحتهم المتابعين ياخذوا معنا معلومه مشفيه صافيه بخليهم يغلوا شوي مع بعض وفورا ممكن اخلي هون اجيب هاي على هاي بصير بسيطه الوصفه ما بتاخذ وقت جدا وطبعا سريعة. كثير غاليه بالاسواق يعني بنبيع كل 6 وينجز مثلا 8-10-12 احنا عم نحكي على الجاهز على الجاهز بنباع بالحبه وكثير كثير غالي شوف بوجبه تقريبا 6 وينجز ممكن انا اطعم كل عائلتي فمش غلط اتعلم مو غلط اجتهد حتى اخذ معلومه صافيه وباكل وبطعمي اولادي وانا مبسوطه ونايمه ليل طويل ابدا يعني وبوفر على ابو العيال والطعم نفسه يعني انت عم تعطيهم اسرار الطبق وعم تعطيكم كل الوصفات والمقادير زي ما عم تتقدم بالمطاعم بالضبط فهذا اللي بيميزك شيف الله يعطيك العافيه دائما خلينا شوي نرجع بس للتعليقات لانه في عندنا كثير تعليقات بدنا خليل شوق العيون بتصبح عليكي وعطر الندى أم محمد شبول سارة الحديد بترن علينا ضلك رني سارة إن شاء الله بناخذ اتصالك وأيضا سامر علي وأسماء الشاويش خلينا ناخذ اتصال معنا رشا من عجلون يا صباح الخير لإلك ألو صباح الخير لا صباح خير يسعد هالصباح ألو صباح الورد الشيف علا معك يلا معك كيف حالك شيف علا شو أخبارك حبيبتي صباح العسل أهلا وسهلا شو هالأكلات هاي الطيبة عن جد كثير كثير كويسة الحمد لله إن شاء الله تكون على ذوقكم وتعملوها وتنبسطوا فيها إن شاء الله الله يسعدك بس بدي منك طريقة عمل الكبسة السعودية الكبسة السعودية صح؟ كبسة سعودية نعم نعم حاضر رح نسويها لايف في كبسة سعودية وفي كبسة يمنية الاختلاف هو ايش الخطوة اللي بتسبق الثانية سواء كانت رز او كانت الدجاج بالفرن او على الغاز والبهارات رح نحكي عن هذا الموضوع مطولا بالتفصيل تمام شكرا لك يا رشا ورح ناخذ اتصال اخر من محافظة الزرقاء يعني تحية لكل محافظة الزرقاء معانا ام حسين صباح الخير صباح الورد يعطيك العافية الله يعافيك يا رب عم بتتابع الشيف كل يوم والله بتابعها والله ما شاء الله عنها الله يجزيها كل خير هاي الشيف معاكي صباح الورد يسعد صباحك صباح الورد كيفك يا شيف يعطيك العافية أهلا حبيبة قلبي يسعد قلبك أهلا وسهلا حبيبتي بدي أغلبك بدي تعملي لي طريقة المفتول حاضر المفتول انطلب كثير يعني غالبا هاليومين بنسويه حاضر ان شاء الله بدي رقمك اذا سمحتي حاضر بالجاليري بيعطوك الشباب الرقم اهلا وسهلا فيك وشكرا على اتصالك شكرا على اتصالك معنا اتصال اخر من عمان تسنيم صباح الخير صباح النور كيفك ستعلى نيرو الو صباح العسل انا صار لي زمان يعني بتابعك وبتعلم منك وصفات وهيك بس يا ريت كمان يكون في دورات اني اجي واقدم لها والله أنا بعمل كنت دورات سابقا ولكن هلا كل التركيز مع الناس الطيبة اللي خلف الشاشات طيب. إن شاء الله مستقبلا إذا كان أي شيء بنعلن عنه نعم كمان مرة السؤال بقدر أخذ رقمك الخاص الرقم تحت الهواء بيعطوك إياه الشباب أهلا وسهلا فيكي يعني تابعوا شيف علا على صفحتها كمان في حال صار في اي دورات ان شاء الله ما بتقصر دائما ابراهيم انت راح تكون البروديوسر لها انا معاكي دائما شيف
انا معك. طيب احكي لنا شو عم تعملي. انا هون عم برفع الدجاج، خلص ما بدي اياه يغلي كثير، هو بالفرن بكفي حاله من حاله، بكمل طبخ او بكمل طهي او بكمل استوى. وبعدين عشان انا ما اطرطش حالي عم بعمل هيك، فضروري كثير اللي هي قواعد السلامه في الغاز او بالمطبخ، خلينا نحكي كيف تتعاملي مع غازك، كيف تتعاملي مع الفحم، كيف تستخدمي الجريل، يعني كثير مهم هاي الامور للحفاظ على سلامة السيدة أو حتى أي طاهي كان. فأنا هيك عم بعمل هاي الخطوة، عم بجيب كمان قشر البرتقال. هلا قشر البرتقال إبراهيم، رغم إني أنا حطيت عصير، ممكن الست تسأل حالها طب ليه حطت برتقال بقشره؟ حطيته بقشره لأنه فيه زيوت، مع الزيت بطرح الزيوت الداخله بيعطر لي الدجاج وبطير زنخة الدجاج، وأنا ما سلقته ولا حطيت هيل ولا غيره. تمام؟ تمام، بكسر كل الزنخة اللي موجودة. نعم، الزيوت اللي داخل البرتقال. طيب معنا اتصال شيف من عمان، مين معنا؟ ام قصي، صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه، عم بتابع الشيف كل يوم؟ اكيد والله، كل يوم الساعه 10 الصبح. يا لك يا شيف، هي صباح الورد، يسعد صباحك. صباح الورد والفل والياسمين، احلى شيف بشوفها، شيف الكل بحبك وانا بموت فيكي. يسعد هالصباح، الله يسعدك، تسلمي كلك ذوق. في سنة خير رمضان، الحمد لله. حبيبتي قلبي، الله يسعدك يا رب، شكرا على اتصالك وعلى كلامك الحلو. زيك، شكرا. شيف رح نروح للجنوب، يلا. للعقبة، عندهم الأجواء ديالهم. معنا من العقبة، مين معنا؟ أم حذيفة، صباح الخير. ألو. ألو، صباح الخير. يا صباح الورد، كيفكم؟ شو أخباركم؟ تمام، يسعد هالصباح، هاي الشيف معاكي. صباح الخير يا شيف. يسعد هالصباح، أهلا وسهلا. منورة. بوجودك أكيد. شو هالطبخات الزاكية؟ رجعتينا للشاشة الأردنية. أبدا، لازم، يا الله يقدرنا، يعني أتمنى نكون. اسمعي، بدي منك الهريسة. حاضر، هريسة بقشطة ولا بدون؟ ولا بدك الهريسة ما غيرها الأصلية؟ المحشية، المحشية. حاضر. كل أهل العقبة بيسلموا عليك، وتحية إلك. الله يسعدك ويسعد كل أهل محافظة العقبة، تحياتنا لكم، وبديش أقول الله يحسدكم، بس نيالكم على الدفع، وهي الدفع مر علينا اليوم. غير شكل الدفع عنا. يسعدك، يسعد صباحك. شكرا لك. معنا اتصال آخر، أم محمد من الزرقاء، صباح الخير. صباح، يعطيك العافية، تفضلي. أم محمد، حابة أصبح على السيف. ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح العسل. أهلا أهلا. كيفك كيف علا؟ حبيبتي، مشتاقة لصوتك. لك العافية يا رب، عزمتك عندي على الزرقة على بيت. والله أنا بتشرف، هذا شرف إلي. حاضرين، أعزمك يوم هيك تشرفين عندي. بتشرف والله، الله يخليك، إن شاء الله بيوتكم عامرة بالأفراح جميعا. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. أهلا فيك، شكرا على اتصالك. يعني قد ايه حلوه محبه الناس شيف. رضا من الله، الحمد لله. يعني هذا لحاله كنز، خلينا نحكي. طيب شيف احكي لنا، هلا انت لفيتي الصينيه. حطيت قصدير سكرتها، رح اروح فيها على الفرن، وبعدين نبلش فورا نحضر الكيكه عشان كمان نخلي وقت للبرزنتيشن، وهيك نعطي تفاصيل كثير حلوه. ولكن طيب بعد الفصل. شيف بعد الفاصل، ولكن قد ايه رح يضل بالفرن؟ هلا هاي نص ساعه بتكون ريدي. ريدي. طيب. نعم تمام، نطلع فاصل ناخذ بالاول اتصال. ساره من عمان، صباح الخير. صباح النور، يسعد هالصباح، هاي الشيف معاكي. كيفك شيف علا؟ صباح الخير يا ساره، اهلا وسهلا. اخبارك؟ اهلا حبيبتي، يسعد صباحك. قولي ساره، بتتابع الشيف كل يوم؟ صراحه انا بس اتصلت عشان احكي لك انه انت انسانه جدا متواضعه وانسانه بتنحبك، وكثير نفسي اشوفك على الطبيعه. حبيبتي بتشرف، وهذا من طيب أصلكم، وأنتوا البركة أكيد. الله يخليكي، شكرا لك. شكرا لك حبيبتي، شكرا على اتصالك. طيب رح نطلع لفاصل، رح تودي الشيف الصينية على الفرن لمدة نص ساعة. نعم. نرجع بنكمل معاكم، خليكم معنا.
نبموه ما بلاش كده نبموه. انت عارف ان ابو رغم سخافته احيانا عيد ميلادك بكره ما اعلنوش يعني في التلفزيون انه اجازه رسميه. وانا جاي لوحدي عشان لو عايز تاخد بالطار خده مننا. بيتك ابني لا متيسره ان شاء الله. في شويه مصاريف كده كنا عايزين شويه حاجات كنا محتاجين. اوكي مفيش مشاكل. البدايه صعبه، طرقت ابواب كتير. وحصلت على قرض وصار الحلم حقيقة. عندك فكرة ومؤمن فيها؟ لا تستنى، استشير وتدرب وابدأ مشروعك فورا. تقدر وبتقدري. تقدر وبتقدري. تقدر وبتقدري. تقدر وبتقدر. جانا من جديد معاكم والشيف هلا بدنا ننتقل معاها لطبق الحلو لليوم. نعم. شيف شو محضرتي لنا اليوم؟ كيكه الاورنج او كيكه البرتقال مع الصوص المكرمل. كيكه بيت، كلياتنا بنحب الكيك المنزلي، كثير ازكى واطيب من كل انواع الكيك اللي موجود بالدنيا. فيه لمسه صغيره بانه احنا رح نفوت فيه عصير البرتقال مكان الحليب، كثير طعمها زاكي وكثير هشه وكثير طيبه وادمان. بالاضافه لانه كمان رح نعمل لها كفر خارجي رح يكون باستخدام اللي هو الصوص المكرمل. رح ناخذ المقادير على الشاشه، احنا بحاجه لاربعه بيض، واحد معلقه كبيره من برش البرتقال، واحد معلقه صغيره من الفانيلا السائله او الباودر اللي بدك اياه، واحد كوب من السكر بدك تخليه شوي انقص بصير، ثلاث ارباع كوب من الزيت النباتي، وكوب من عصير البرتقال ولازم يكون حلو مش حامض، 2 كوب من الطحين المنخل، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح صغيرة اللي ما في غنى عنها، وحكينا عن برضو كمان اللي هي الفانيلا السائلة. موضوعنا جدا سهل، أي كيكة في الدنيا بنحط البيض بداية وبخفقه لحاله. يعني مثلا ابراهيم تيجي ست بتقول لك انا اخذت الطريقه من فلانه والله ما زبطت شكلها غشتني. لا، طريقه التحضير مهمه جدا. ستيب واحد بضيع كل النتيجه النهائيه، والتزامك بطريقه التحضير جدا مهم، فخليكي معي خطوه بخطوه. اي كيك في الدنيا اخفق البيض لحاله حتى مش مع الفانيلا. ليه؟ لانه اذا خفقت الفانيلا معه من اولها رح يضرب على سواد ويغمق لي خليط الكيك، فخليني انا اضربه لحاله افوت الهواء فيه بعدين بنزل عليه الفانيلا. طيب شوف، يعني الكيك دائما بيميزه يمكن قد ما بيكون هش. يعني كل ما كان هش اكثر او سفنجي اكثر بيكون اللي هي طريقه أفضل. التحضير بغض النظر عن هذا بالعكس بخفق الكيكه. مهم. هذا بالكيك العادي، الجنواز شيء ثاني غير السفنجي. يلا بسم الله. شايف إبراهيم، أنا أول إشي خلطت عندي خليط البيض، لما بلش يتغير لونه وفوتت الهواء فيه نزلت عليه الفانيلا ونزلت عليه برش البرتقال.
تمام هيك؟ بعدين رح أنزل عليه أبلش باقي المكونات. الطحين أنا نخلته، إيش سبب إنه أنا الطحين لازم دايما أنخله بكل الوصفات اللي بتخطر على بالك، خصوصا وصفات الحلويات؟ لما بتنخليه بفوت فيه الهواء، لما بفوت فيه الهواء بيعطيك نتيجة أحسن، حتى على مستوى معجنات، كوكيز، تارت، مالح، حلو، كيك، إيش ما بدك تساوي بيستري أو حلويات، نخلي الطحين لحتى يفوت الهواء في جزيئاته ويعطيك نتيجة أحسن. فأنا هون الطحين نخلته، والبيكنج باودر والملح رح أحطهم. طبعا رشة الملح في كل أنواع الحلويات خليها حلق بدانك، أوعك تنسيها لأنه بيعادل مستوى السكر بالكيكة، مهم جدا. رح نكمل خفق يو. إحنا يو. ضفتي الطحين بعديها لسه هلا انا حطيت السكر هو السكر مع مرحله البيض نعم، وبعدين الزيت النباتي 3 ارباع الكوب. قبل ما اشغل الماكينه بحركه انا يجانس عشان ما يتطاير يعبي لي اوعيه والمطبخ والمجله، فيعني مهم جدا هاي الامور. شوف عندنا مشاركات يعني هلا بنحكي كتير. عنهم خلينا نخلص الخفق نكمل عشان المكونات وبعدين بنرجع للتعليقات. استمروا رح اقرا يعني رح احاول اقرا كل تعليقاتكم اكيد والله ما بدنا نزعل حدا لا ما بدنا نزعل حدا اليوم نتوصى فيهم يعني احط هيك الطحين واحرك شوي ماكينتي عشان ما يعبي لي الدنيا طحين. حتى على مستوى العجانه للي بيستخدموا العجانه حاولي اخلطي زي ما انت شايفه او حتى في سباتيولا اللي هي المعلقه السيليكون او شوي شوي لحتى ما تعبي حالك. تمام خليهم زي هيك واجيب معلقه سباتيولا تفضل لحتى اخلص ابراهيم خلينا ناخذ مشاركاتكم. رزق عبابنه بتسلم عليك من اربد، فاطمه زيتون واسمى الفواز كثير طيبه كيكه البرتقال، يعني الشيف دائما تعمل لنا شغلات طيبه. محمد الضامن ما شاء الله شيف متالقه ايضا، ابتهال يعني حطت لك قلوب حب، يعني حتى الشباب عم تشاركنا معناته على ذوقهم الحمد لله 100%. الشباب بهمهم الاكل شيف يعني طبعا الشيف الاكل عندنا قصه حب أكيد أكيد، هو يعني هذا غذاء الروح أنا بالنسبة لي، وهي نعمة ربنا خلقها لحتى نتنعم فيها، ليه لا؟ بشعر الواحد بالسعادة بس ياكل شيف أكيد يعني طبعا هلا الواحد يكون متنكد مرات بفوت على الثلاجة على السريع بتفشش طيب كمان رح نضيف اللي هو زيت الأورنج كوب، عصير البرتقال هذا رح يحل محل الحليب للناس اللي بتستخدم الحليب، هذا هو اللي هو البديل نعم عصير البرتقال. رح أكمل خفق، أعطينا ايش معك مشاركات سوسن نشار صباح الخير لإلك يسلموا شيف، ابتهال أيضا بتصبح عليكي ومغرورة بحالي منورة شيف بقول لك، رزق عبابنة وأميرة الثلج وأيضا ريماس وردينا الشاويش نعم نفسي تردي علي يعني هي شيف أبشري يا ردين تحت الهوا هلأ بنشوف شو مالك أبشر شادن مصلح رائعة وأيضا أبو أم حمزة الشبول نعم أم خالد أيضا بتصبح عليكي لو سمحت يا شيف بدنا حلقة عن العصائر لرمضان حاضر رح نعملهم والله حتى برمضان رح نعمل لكم يعني مش رح نقطعكم أبشروا مدللين والله دللوا دللتكم دلال أيضا وغازي البشير وحسام عبيدات سوسن رضوان جوري الفاعوري بتصبح عليكي مشيرة الزعبي وأيضا آية أسعد وتحياتي لزوجي أسعد حسان تحية له أكيد وليلى آغا معنا تيسير من عمان هي بمناسبة الشباب إنهم بيشاركوا يلا. معنا تيسير صباح الخير تيسير صباح الخير أهلا 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 يا أستاذ صباح الخير وإحنا بنحييكوا وبنحيي الشف علا يعني الله يسعد هالصباح اللي بجنن هاي الطاقة الإيجابية كلها شف كمان مذيع يسعدك شكرا لإلك هذا من زوجك إيجابية وكمان مذيع ما شاء الله عليها وكل التوفيق شكرا شكرا لك شو رايك بطبق اليوم
صباحا جميلا يا سيدي، صباحا جميلا. الله يسعدك. صباحا. يسعدك على المشاركة، شكرا لك. يعني هو حكى هالدقيقة وراح يعني أعطاكي بس قدي أعطانا الطاقة، أعطانا هيك بوش لقدام شهر. يسعد قلبهم هاي الناس. معانا أم محمد من عمان أيضا، يلا صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. ممكن أحكي مع الشيف؟ نعم أكيد. معك. ألو صباح الخير. يعطيك العافية حبيبتي، منورة أنت بوجودكم. صباحك عسل، أهلا فيكي. أنت صباحك عسل وقشطة وكل شيء زاكي. الله الله يخليك يا رب، يسعدك. أنا بس أشوفك بتفائل، بس بدي تليفونك إذا سمحت يا ماما. كل شيء حاضر، بيعطوك تليفوني بالجلاري. حياك يا الله، أهلا ست الكل، هلا بي. يلا خلينا نكمل تعليقات. طب خليني بس أخفق الكيكة السريع السريع، ما رح نبالغ بخفق الكيك، ديري بالك. خفق الكيك مبالغة فيه، بهبط منها وبخليها تلبد. أول ما تتجانس المكونات وقفي. في ستات بتضل تخفق تخفق غلط. بس بكفي، خليها تتجانس وبس. تمام، يلا على السريع، ما رح نطول عليكم. المقادير تمام، المقادير ابراهيم بلاقوهم الصبايا الحلوه على صفحه التلفزيون الاردني. احنا بننزل بث مباشر يوميا بنفس التوقيت، اما بتشوفينا على الشاشه او على الفيسبوك، يعني وراكي وراكي من الاخر، ما في مهرب. مقادير واصله واصله ابدا. بتقدر تعمل سكرين شوت ابراهيم وبتضل عندها يعني. هلا هذا الستيب بالنسبه لقوالب الكيك، اطيب شيء في الدنيا، ولا زبده ولا طحين ولا شيء. استخدمي طحينيه، هاي خطيره، بتعطيكي لون بجنن وتعطيكي طعم كتير حلو، وما في داعي حتى نقشر القشرة الخارجية. الطحينية أنا سبق ونوهت يوم الحلبة لما عملناها عليكي بالطحينية، بدعيلي ما بتعطي طعم شيف طيب لك. ولا بتشعر فيها، بس بتعطي لون رهيب. فأنا رح أغلف قالب الكيك كله من كل الجهات، من الداخل ومن الحواف، مكان ما بدها تطلع عندي الكيكة وتشتغل شغلها. حتى إبراهيم بصواني البسبوسة، الهريسة، كل أنواع الصواني استخدمي، اللي هي طحينية، وادعي لي إن شاء الله أنكم رح تنبسطوا ورح تتفاجئي من النتيجة. طيب شيف، معنا أم حازم، هي ثاني اتصال وصلنا اليوم من إربد عروس الشمال. يا صباح الخير. ألو أم حازم، صباح الخير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا، كيفكم؟ يسعدك يا رب. ما شاء الله عنكم، تبارك الرحمن عنكم، ما شاء الله. شكرا، الله يسعد هالصباح. كيف احنا بالنسبه للمفتول والكلاز احنا بنعمله بيتي. ايش هو كمان مره؟ المفتول والكلاز احنا بنعمله بيتي. نعم اكيد طبعا. بتسويه بطحين قمح وبتخلطي ولا بس ابيض؟ لا، بنحط 2 ابيض، 2 كيلو ابيض مع كيلو قمح. الله عليكي، الله الله، هذا الصح. احنا بناخذه في البيت عندنا ومنطبقه، والمفتول بنفتله على ايدينا. نعم كلام سليم. والحمد لله والشكر لله. بس بالنسبه للاجنحه احنا بنكح حنكه. نعم شو السؤال بس مره اخرى؟ بنكحها قبل بيوم، بنحطها في الفرن وبنشويها شوي. هلا بصير، بس احنا بس روحناها لحتى اعطيها لون، اخلي الجلد تاخذ لون. انا مو حلو اكل، يعني انا ما بدي اعمل صينيه دجاج ولا كمان بدي اقلي، فالهيلثي اكثر اني انا اعطيه لون وبعدين ادخله على الفرن يتسبك بس ويكمل استوى. بس اللون انا سبقت الفرن بخطوه وعملته على النار. جربي هالخطوه وان شاء الله رح تتفاجئي من النتيجه، كثير ما بيشد معاكي ولا بيعلك ولا بده سلق نهائيا. طيب شكرا لك ام حازم. معنا ام محمد من عمان، يا صباح الخير. صباح الورد والياسمين، كيف الحال؟ تمام يسعدك. الله يخليك يا رب، يسعدكم يا رب. والله بالفعل هي احلى فقره مطبخ بشوفها بحياتي. يا بي نيالي نيالي، الرضا اليوم الرضا. يا رب يسعد صباحك حبيبتي. الله يسعد هالصباح وهالصوت. الله يخليك يا سيدي الشيف علا، كيف صحتك؟ يا حبيبه قلبي يسعد هالصباح الحلو. الله يرضى عليك. بدي اسالك سؤال، انا عاده بعمل امر تفضلي صياديه، بس في صوص بيعملوا جنب الصياديه اذا في مجال غير السلطه العاديه. طب انت ليش هيك بتغششي المشاهدين؟ احنا رح نعمل صياديه بس ولا حدا رح يتوقع ايش الصياديه رح نعملها من مطبخ يوم جديد مع مقبلات خاصه، واذا جاء على بالك مقبلات نوع معين بعمل لك، ابشري.
الله يوم الاربعاء. حبيبه قلبي ما شاء الله ترضي كل الاذواق انت حبيبه قلبي. حبيبه قلبي يسعدك حياك الله. اهلا منونه. هلا ستي. يعني شف متابعينك مش بس بالاردن من كل الوطن العربي والعالم. معنا اتصال عايده من هولندا. يا صباح الخير. اوه صباح النور كيفك علا؟ اهلا 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 يسعد هالصباح الحلو. يسلموا ايديكي على هالاكلات الحلوين. الله يسعدك يا رب بخدمة عيونك. يعني أنا شو بدي أكثر من هيك؟ حاكيتني من هولندا شو بدي أحسن من هذا؟ هذا رضا. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. عندي سؤال صغير شف علا. أمر تفضلي تفضلي. هلأ المنسف من لبن جميد من نوع لنوع ثاني بيختلف طعمه أكيد طبعا. أنا بفضلي أحسن شيء من الواحد يستخدمه. هلا انتم باوروبا اكيد عندكم الانواع مختلفه. فيكي ترسليني على الخاص على صفحه الفيسبوك وتبعتي لي الصور ايش اللي عندك وبحكي لك ايش تستخدمي اذا كان لطبخه معينه. يعني في طبخات معينه ما بزبط. في عندكم الملح، في عندك شيء مرق، في عندك رايب، في عندك بميل للزبادي مع قشطه. فانا ما مش عارفه ايش المنطقه اللي انت فيها بهولندا، فبعتي لي صور وابشر من عيوني بالخدمه. شكرا على اتصالك وصباحك او مسائك سعيد. اهلا يا ست الكل. يسعدك. معانا اتصال مجدولين من عمان. يا صباح الخير. صباح الخير. يسعدك. كيفك شيخ أولا؟ كيفك أستاذ؟ أهلا أهلا يسعد هالصباح. شيخ أولا الله يحفظك يا ربي يوفقك حبيبتي. بدي شغلة منك من فضلك. أمري. إحنا الستات العاملات عادة بضيق الوقت. نعم. يعني خلصي لنا يوم شغلات تسهل علينا. حاضر رح نعمل حلقة كيف نجهز مثل ما الشيف بجهز، مثل ما أنا بجهز عشان أطلع لكم بهالصورة الحلوة. رح أعطيك استبات كيف أنت تجهزي عشان ترجعي من شغلك، بس تريك 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 تطلع معاكي طبخة. أبشر. من فضلك بدنا البدائل أحياناً، بدائل الكريمة مثلاً. كريمة أكيد الصدر. طبعاً أكيد لابد. حاضر من عيوني. البدائل كمان بتسهل علينا كثير. تدللي يعني ولا يهمك بخدمتك. حاضرين شغلات هاي. تسلمي سلمي. ولا يهمك ستي. أهلاً فيك. طيب شيف اشرحي لنا شو اللي صار. اجانا ابراهيم. يب. هجوم. يب. ابراهيم بيقول ايش عملنا. هلا احنا بدنا نعمل الصوص المكرمل. حطينا هون بهاي الكاسه يا جماعه بكاسه الشاي اللي موجوده بالبيت. بتحطي فيها سكر نصها مي. بدي اكرمل، اذا المي لازم تكون اقل من السكر. 2 عود من القرفه لانه فيها زيوت حكينا الناشفه، رح انزل الزيوت بالنكهه. حبه اورنج مع القشره، ولازم تكون ديري بالك تكون كثير مغسوله. ربع معلقه صغيره من القرفه. طيب مقادير معنا على الشاشه هي هم. يلا المقادير معنا على الشاشه. حبه برتقال وكوب صغير من السكر ونص كوب ماء، هو هذا كوب الكاست الشاي، واثنين عود من القرفه وربع معلقه صغيره من القرفه المطحونه واثنين عود حكينا من القرفه الناشفه، وحطينا كمان اللي هي معلقه صغيره من الفانيلا السائله. كثير كثير بتعطي طعم رهيب. عود القرفه. شوف انت حطيتي شرفه حطيتي قرفه عاديه اللي هو معلش احنا مع الروائح عمالنا خربطنا نبلش اليوم. مش قادر. قول ابراهيم. خربطنا نبلش. شوف عود القرفه حطينا عواد وحطينا نفس البودره. ايوه بالضبط. طيب ليش حطينا عود عشان بدي اغمق الصوص المطحونه. اللي حطيت الناشف العيدان لانه حكينا الناشف فيه زيوت، الزيوت على حراره السكر والمي بتنزل فبتعطيني النكهه اللي انا بدي اياها. شوف بلش معي يتكرمل. تمام. ما في داعي لعصير برتقال. معنا وقت كثير احنا، بس هلا بالنسبه لقالب الكيك رح نحطه على الرف الاوسط. تمام. يلا حركي لنا هون شوي، خلينا نسكب طبقنا لو سمحت. روح على الفرن ونجيب طبقنا. اقلبهم شيف زي ما بدك ابراهيم، خذ راحتك. خلاص انا ايوه مسكتني. هذا هو طبقنا لليوم، تشيكن وينجز او اجنحه الدجاج. الله زي ما انتم شايفين. الله هلا اللون الغامق ممكن تيجي ست تقول لك هذه محروقه. اللون الغامق هذا من دبس الرمان يا جماعه عشان تكونوا عارفين. تمام. نبلش نسكبهم ورا بعض، بعدين بحط عليهم حبيبات من الرمان، السمسم، ومن ورق الكزبرة، وبعدين بخلي الصوص جانبي للي بده يعمل فيها دب ممكن. شايفين هذا هو هيك بيقدم لك اياها. كثير الناس اللي بتحب هاي الاكلات عارفه انه هذا اللي موجود بالمطاعم هلا صار موجود شف. قدامك أقول. بمطبخ يوم جديد. شايف سلايز الاورنج بخليه، في ناس بتحب هيك الريحه ولا المنظر ولا تجوعان ابراهيم اليوم؟ انا جوعان كثير والله شف. تمام
أسكبهم كلهم، بعدين أحط رشة من السمسم اختياري، فيك تحطي كمان اللي هو خلينا نقول مثلا حبيبات من الرمان، بما أني أنا حاطة دبس رمان، ورق من الكزبرة الأخضر. الله. الكيكة على 180 ساعة إلا بتكون أمورك تمام. شيف اللي بده يعمل الوينجز حر بده يضيف تباسكو صوص مثلا، ممكن يضيف شطة، ممكن يضيف فلفل مطحون ناشف. أنا هلا بننظف صحننا بعد ما نخلص، بعدين رح أجيب سلايز من الأورنج، وهي عشان الحبايب نكسر الألوان. رح نحط الرمان، بما أني أنا حاطة دبس رمان إذا أنا ما أدخلت أي صنف من الأصناف من برا، ورح أكسرها شوي بورق من الكزبرة. شو أخبار طبقنا؟ احنا بتزيد السوائل الحراره. لا السوائل عم بتزيد، احنا هذا اللي بدنا اياه صح، يطلع السائل اللي جوا البيان عشان نحطه على الكيكه. كيف جدع. بس جدع جدع. الله يسعدك، تعلم منك هينا قاعدين. انتم البركه على سلامتكم. والله في شباب بيطلع منهم يا ابراهيم صدق في هيك. بعدين راح اجيب شوي من الصوص احطه بالصحن الجانبي للي بده يعمل عندي دب او تغميس. الله. ابدا. ممكن نضيف على نفس الصوص، انا لاني بحب الحر فعم بسالك، نضيف على الصوص اللي ضل الحر؟ عندي حر بالمطبخ هلا بطعميك، ما عليك. خلاص ممتاز. ولا يهمك. هيك. وهي حبتين من الرمان هون. وبتكون اموري تمام، رح انظف صحني، طبعا انا جاي بقالب كيك جاهز، لازم الصوص يكون سخن، وقالب الكيك بده يكون عندك بارد عشان ما يعجن، إذا نزلتي سخن على سخن بيعجن الكيك وخسرنا كل الشغلة اللي عملناها، فكتير مهم يكون قالب الكيك عندك بارد. شو رأيك شيف الوضع؟ تمام خلص. وين إحنا رحنا بالفاين؟ هنقدم هذا الصحن. الله الله الله. شوف المشاركات غبنا عنهم شوي. يب. نرجع بس ناخذ مشاركاتنا الأخيرة. بتحكي لك نعيمة عبد الله الطريقة تجنن وبتشهي، رح أجربها إن شاء الله. صحر الشيخ، أم جميل الفاعوري، برنسس دلال ونايف الجعار أيضا، وأمل زيتون، يسعد صباحك أنا من فلسطين وبنتي دائما بتحضرك. تحياتنا، يسعدهم أهل فلسطين جميعا. أكيد. إناس البيطار أيضا بتصبح عليك وبتحكي لك شو هالشغل الحلو. أم سهم و يعني أميرة الثلج أيضا بتقول لك انقطعت الكهرباء بس عم بحضرك من التليفون. ما بقول لك وراك وراك. طيب احنا أيضاً هون بس رح نقدم اللي هو الصورة النهائية لقالب الكيك. بدنا نجيب عود خشبي تبع الاسنان، اوكي، ورح اشكشك قالب الكيك عندي. شايف الطحينية ما بتخليه ينحرق، رح اقلبه على الوجه هذا عشان ادوكر. الله. بعدين بجيب وبغزغز. قطعة واحدة شف. لا ابدا. شايفين؟ هيك. ببلش أشرب الصوص إبراهيم. يلا معك، أعطينا من معانا. نأخذ مشاركات أحمد عكوش عنكوش بيصبح عليكي، وهدى منصور، إسماعيل الخوالدة، وأيضا أبو قسام البشارات، ورغدة الباري، وأيضا عند فوق هدى منصور حكيناها. تمام، أنت بتنزلي ال بس هيك على الوجه. هلا بدها اياه يكون مرق اكثر، ست احنا بنقول مكرمل، اذا بده يكون دبق. بدها اياه يكون مكرمل اكثر من هيك. فيها تزيد المي شوي يعني. تحط كوب بكوب، بس انا بحبه هيك يكون دبق بصراحه عشان ما يخرب لي الكيك، لانه هذا مو كراميل. بالنهايه كمان مو قناش يعني اني انا اشربه ويعمل كفر كثير عالي. لا بدنا نحط البرتقال طيب شيف او لا؟ هلا بصير، بس انا رح اعمل لهم طوق ورد عليه، اكسر لهم الالوان عشان ادللهم. الله الله. اليوم بس ممكن هي تحط، ممكن تحط رشه سكر ناعم بيطلع كثير حلو، يعني قبل هيك عملناها بسكر ناعم. شايف؟ بس زي ما حكينا اذا بدها اياها سائل فيها انها تزيد المي وتحط كاسه بكاسه. اوكي. بعدين رح اجيب نعنع، فراوله، ليمون، وممكن أورنج أنا عشان أكسر الألوان. طيب معنا سلمى بركات، أم أيمن كريشان، وكاظم، وأم أحمد الحياري، وسهام، ولينا سين،
فاطمة رسلان، يعني المتابعة اليوم عالية جدا والمشاركات عالية، وفعلا الطبق اليوم بيستحق. فهي الشيف جهزت لكل كيكة والوينجز أيضا اللي عملتها الأجنحة. فهيك نكون وصلنا يمكن لنهاية فقرتنا لليوم. هلأ رح نترككم مع مشاهد من أطباق اليوم. شيف كلمتك الأخيرة لكل اللي عم تتابع. شكرا على طيب المتابعة، وخليكم معنا إحنا طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. بطلوا عليكم الشباب الطيبة والزملاء الساعة 10 من كل يوم صباحا. شكرا على المشاركة وعلى الكلام الحلو اللي بنسمعه منكم. بتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد ويسعد صباحكم الحلو مثلكم. شكرا لكم. جودة وسعر.